إصابة 10 فنانين مصريين بفيروس كورونا في يوم واحد، يفجع الوسط الفني اليوم. أعلنت الفنانة المصرية يسرى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت الفنانة يسرى أن الإصابة تأكدت قبل قليل بعدما شعرت على مدار الساعات الماضية ببعض الأعراض، بدأت باحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة. وأضافت الفنانة يسرى إنها لا تعرف مصدر نقل العدوى إليها، لكنها أشارت إلى إنها قامت قبل يومين بتسجيل حلقة من برنامج لايف من الدوبليكس الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وبعدها بدأت تظهر الأعراض وتابعت. لكن هذا لا يعني أن مشاركتها في البرنامج هو سبب إصابتها، من الممكن أن الإصابة جاءت من أي شخص آخر، لأنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي. وأكدت الفنانة يسرى إنها تعزل نفسها في المنزل وتتابع حالتها الصحية مع طبيب خاص، مشيرة إلى إنها لا تحتاج حتى الآن إلى الذهاب إلى المستشفى كونها تخضع لبروتوكول علاجي خاص بكورونا. ولفتت الفنانة يسرى إلى إنها لا تستطيع الكلام بشكل طبيعي. وخرجت الفنانة يسرى برسالة شكر لكل من سأل عنها بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت الفنانة يسرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر، وتابعت: وللجمهور ولسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا. كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة وكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي الصحية. واختتمت الفنانة يسرى قائلة: مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. وأعلن الفنان أحمد كرارة شقيق الفنانة المصرية أمير كرارة إصابة نجم مسلسل الاختيار بفيروس كورونا المستجد، حيث تمنى أحمد لشقيقه أمير الشفاء من الفيروس. وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك: إن شاء الله هتبقى زي الفل. وكان قبلها بساعات قليلة نفى أمير كرارة إصابته من خلال فيسبوك، حيث نشر صورة من تحليل المسحة التي أجراها. وعلق الفنان المصري أمير كرارة على صورة المسحة قائلا: بطلوا هري وخليكم محترمين، لو جالي كورونا هقول لكم والله. وبعدها أكد الفنان أمير كرارة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي منشور جاء به: عملت مسحة تاني النهاردة ومع الأسف طلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفاء العاجل. وأعلن الإعلامي المصري وائل الإبراشي إصابته بفيروس كورونا، ويتغيب عن تقديم حلقات برنامج التاسعة، على أن ينضم حسام حسين ونجوى إبراهيم لتقديم حلقة الليلة من البرنامج الذي يتم بثه عبر قناة مصر الأولى والقناة الفضائية المصرية. وطالب الإعلامي المصري عمرو أديب الدولة باتخاذ إجراءات أكثر قوة وحسم لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد معدل الإصابات بشكل كبير. وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر: مش عارف أقول نكفي الأسبوع والعشر أيام لحد ما نشوف إيه الحكاية، ولكي يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ولكن الكل مش عارف إيه السلالة الجديدة، ومش عارفين الوفيات فيها أكتر ولا الإصابات. وتابع: ما بقولش نكفل الطيران ولا نكفل البلد، ولكن نشوف الدول اللي قفلت لأن اللقاح لحد لما يوصل للناس قدامه شهريا أو 3 شهور. وأكمل: مصر تسابق الزمن لتوفير جرعات
كافية للمصريين، ولكن الفترة الجاية يجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع كورونا، لأن الناس متربصة على بعض. فيه 1500 شخص مصريين ما بيلبسوش الكمامة في المترو. مبيعات الكمامة في مصر قلت، لذلك أناشد الدولة بالتدخل الواضح في أزمة كورونا، لأن الناس مش ناوية تلتزم بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات، وحاليا لا يوجد أدوية متوفرة في السوق بسبب تزايد الطلب في ظل تزايد أعداد إصابات كورونا. وتابع وعي المواطن المصري والثقافة في الوقاية من الأمراض تكاد تكون مش موجودة. أنا في طابور المذيعين، الدور عليا، أنا جاي خلاص، بس بحاول أأخر المسافة. وأضاف، أطلب من الدولة أن تحافظ على البلد مفتوحة، وهذا هو التحدي في ظل عدم مسؤولية المواطنين في التعامل مع إجراءات كورونا. وأصيبت الفنانة والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس كورونا المستجد بعدما أثبتت النتائج إيجابيتها. وقالت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن إيناس الدغيدي تعاني من أعراض عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق. وأكدت الفنانة إلهام شاهين إنها تواصلت مع الفنانة إيناس الدغيدي هاتفيا خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليها. وأوضحت الفنانة إلهام شاهين بشأن الوضع الصحي لإيناس إنها تتواجد في منزلها معزولة لحين اكتمال شفائها، لافتة إلى إنها لم تستطيع الحديث بسبب شدة الأعراض. وتابعت إلهام شاهين إنها تتواصل حاليا مع إيناس عبر واتساب، مشيرة إلى إنها أجرت إيجابية المسحة عقب ظهور عدد من الأعراض عليها، وتتابع مع طبيب خاص البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة. وقامت المخرجة إيناس الدغيدي بالتعليق على خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكدت إنها بدأت تتحسن وتتعافى من فيروس كورونا المستجد. وقالت إيناس الدغيدي، كان دور دم تقيل، والحقيقة إحنا ما كناش واخدين بالنا قوي وبنقوم بكل الإجراءات الاحترازية. وتابعت، لكن واضح إن انتشار المرض كان سريع جدا، لأن عدد كبير جدا من اللي حوالينا ومن أهلي وأصحابي جالهم نفس الدور. واختتمت إيناس الدغيدي كلامها، ادعونا ربنا يخرجنا منها بالسلامة، وأنا ابتديت أكون أحسن بكتير، وابتدت الحرارة تنزل حتى لو بسيط. وكشف الفنان المصري كريم فهمي تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ولم تتدهور حتى الآن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة دي ام سي، أعاني من تهميد وتكسير في الجسم والتهاب وجفاف الحلق. وتابع، أنا عايش في عزلة بالمنزل، ومراتي بتحط لي الأكل قدام الباب وتسيبني، لافتا إلى أنه لا يزال يعاني من أعراض الكورونا لليوم الثالث على التوالي. وأوضح أنه يتابع مع أحد الأطباء الذي كان يشرف على حالة الإعلامي رامي رضوان ويسير على بروتوكول العلاج. وأكمل، كورونا مش سهلة ومش متعبة، ونفس الناس تتفائل شوية لأن السوشيال ميديا كئيبة قوي. وكشف الإعلامي إبراهيم عيسى كواليس إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا إنه لم ينج أحد من الكورونا سواء كان مغمورا أو مشهورا. وأضاف خلال برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أصبت بكورونا وقعدت في العزل 10 أيام في أوضة السطح بتاعت بيتنا زي عبد الحليم حافظ زي زمان، وكنت وحيدا في العزل. ولفت إلى إنه لا يوجد بيت في مصر إلا وله تجربة مع فيروس كورونا.
كورونا، سواء كان أحد أفراد الأسرة أو الجيران أو الأقارب. كلنا مرينا بتجربة كورونا بكل مرارتها وقسوتها وألامها وكآبتها. هل نحن بحاجة للتنبيه بخطورة كورونا وعدم ارتداء الكمامة؟ نعم، لأن هناك قطاعا من الناس ربنا رزقه بجهل غنياه عن كل العلم، وهم من ينكر الكورونا واللقاح نفسه. وأعلن المنتج المصري جمال العدل أيضا عن إصابته بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها مؤخرا، وتمنى من الجمهور الدعاء له، حيث إنه كان أيضا ضمن حضور حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية نيلي كريم. وأعلن الفنان المصري هشام جمال إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر إنستغرام، فكتب: جالي كورونا من حوالي 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله، يعني إصابتي كانت هتيجي في آخر أيام بروفات، ربنا اللي عارف. أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة قوية، وخفت أحسن حد يتعدي ونعد بعض كلنا، ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم. فالحمد لله، ودعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة. وأعلن المطرب المصري أبو عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر الذاكرة الشخصية لحسابه على إنستغرام، والتي قال من خلالها إلى جمهوره العزيز: أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله. كل سنة وانتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة يا رب. وانضم أبو إلى قائمة كبيرة تضم مجموعة من نجوم الفن في مصر الذين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، والذين كان آخرهم الفنان أمير كرارة، ومن قبله الفنانة يسرى، والفنان كريم فهمي، والفنانة والمخرجة المصرية إيناس الدغيالي، والمنتج جمال العدل. وأيضا أعلنت الفنانة المصرية بسنت شوقي عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك، وكتبت: أنا للأسف إيجابية، الحمد لله أنا ما عنديش أعراض، بس مع ده برضو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بي قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول، لأن فيه ناس كتير ما عندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا، وياريت تاخدوا فيتامين سي وزنك وتاكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بنادول وهكذا. وأعلن المطرب المصري محمد الشرنوبي عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال: عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابية، والحمد لله الأعراض خفت وتحسنت جدا. وبعدها كتبت زوجته رندا رياض: نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابية، وكان أسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن دلوقتي، بس برضو لسه عندي كورونا.